السلام عليكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قصص مقدسية. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن حقوق العمال الفلسطينيين الذين يعملون في المتاجر والمصالح الإسرائيلية. مليار شيكل هي كمية الأموال التي يتم استغلالها من قبل أرباب العمل الإسرائيليين. في هذه الحلقة سوف نزور دار الزهراء لليتيمات في العيزرية ونتحدث مع فدوى زلطيمو حول هذا المشروع. في هذه الحلقة أيضا سوف نستعرض الأسبلة في مدينة القدس، هذا السبيل الذي كان يخدم المقدسيين لشرب المياه. وفي فقرة الثقافة سوف نتحدث مع عزام أبو سعود حول عمل الأرابيسك وصناعة المشربيات في البلدة القديمة مع قصص مقدسية. أهلا بكم. جئنا إلى هنا إلى حي العيزرية وذلك لنرى جمعية أصدقاء دار الأيتام في مدينة القدس التي تقوم برعاية اليتيمات في هذه المدينة. بلا شك الحديث عن اليتيمات في مدينة القدس وعن الأيتام عموما هي قضية أساسية، هي قضية مهمة، هي قضية إنسانية بالدرجة الأولى. ولكن هنالك العديد من النسوة في مدينة القدس اللواتي حملنا على عاتقهن رعاية اليتيمات الفلسطينيات والمقدسيات وذلك منذ زمن بعيد. تم إنشاء هذه الجمعية في عام 86 في بداية أن يكون هنالك محاولة لحماية أولئك اليتيمات ومساعدتهن وأيضا لفتح أفق المستقبل لهن. كانت البداية في أضاحية البريد التي لا تبعد عن حي العيزرية مسافة بضعة كيلومترات، ولكنها كلها كانت قريبة من مدينة القدس. ثم تم الانتقال إلى هنا إلى حي العيزرية حيث تم بناء هذا الصرح الذي بلا شك دار الزهراء التي فيها من اليتيمات اللواتي تخرجنا منها الآن، ولكن هنالك أيضا الأجيال الجديدة. فدوى زلطيمو هي رئيسة هذه الجمعية، بذلت من وقتها من عمرها سنوات كثيرة وذلك خدمة لليتيمات، خدمة لهذه القضية الإنسانية. ست فدوى احنا بالبداية بنحب نشكرك، وإحنا بنحب كمان نقول إنه هذا المشروع اللي أنتم قائمين عليه مشروع ضخم وإن كان بإمكانيات متواضعة، ولكن أن تقومنا بخدمة اليتيمات في هذا الوقت الصعب على جميع الناس ماديا هو شيء بلا شك مهم. أنا بحب أفهم منك ست فدوى، يعني من أين كانت البداية؟ أول شيء أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا ونحن وياكم نتعاون في إنه نخدم هالفئة هذه من البنات فلسطين اليتيمات. بدك تعرف كيف تكونت؟ نحن تكونت الجمعية هاي إنه كنا نحن ستات نجتمع دائما في بيوت بعضنا نقرأ قرآن ونفسر. أجا علينا المولد النبوي فقلنا خلينا نقوم نعمل عمل خيري. وين؟ قلنا نروح على دار الأيتام للذكور اللي هي في مبنى كلية الأمة. فرحنا عندهم زرناهم وأخذنا لهم الحلويات وبعدين حكينا نحن اتفقنا بين بعضينا إنه نبقى دائما نطلطل عليهم إيش بنقدر نساعدهم. بس أخذنا إذن من الشيخ الله يرحمه سعد الدين العالمي، فقال انت روحوا، اعطانا مركز عندهم في مدرسة دار الايتام في العيزرية وبدينا شغلنا مع اولاد دار الايتام. بعدين قلنا نحن طب نحن عم بندير بالنا على اولاد ليش ما نعمل للبنات. سألنا هو قالنا كمان قالنا يا بناتي كانت في جمعية في ستات قايمين بجمعية خيرية لحماية البنات اليتيمات وايوائهن.
هذا قبل الثمانية وأربعين، وبعد الحرب الثمانية وأربعين تفرقوا وراحت الجمعية. ليش ما تفكروا أنتوا تعملوا جمعية جديدة تلموا هالبنات اليتيمات وتقووهم وتعلموهم وتعلموا وتلبسوهم وتهتموا فيهم؟ وبالفكر وبالفعل خلص حاولنا وأخذنا تصريح إقامة الجمعية من السلطات الأردنية كانت. وانتوا ستفدوا يعني مجموعة من النسوة المقدسيات اجتمعتوا مع بعض في هذا المشروع، وبلا شك المشروع ناجح على الأقل لله. يعني هذا اللي احنا بنقدر نشوفه. سؤالي هو انه لأي مدى بتشعري انه كان مفيد انه انتوا تتقدموا بدل ان تنتظروا في بيوتكم؟ بمعنى انه دائما احنا بنحاول دائما نلوم الآخرين ولا نقوم بالمبادرة بأنفسنا. يعني بنقول ليش ما بيعملوا شيك، ليش ما بسووا شيك. سؤالي انه هل بتظن انه هذا كان شيء إيجابي انه انتوا بادرتوا في هذا طبعاً. العمل؟ طبعا شيء ايجابي، وبنحمد ربنا اللي توجهنا لهال، يعني خلانا نفكر انه نعمل جمعيه لليتيمات، لانه يعني ناس كثير بوضعنا نحن، لانه في كثير ايتام سواء بنات او اولاد. البنات ما لهمش الا عند اهلهم، فصرنا نحن بدينا بست بنات، وزي ما قلت لك ونحن في الأمة في كلية الأمة وصلوا لتسعين طالبة. بعدين لأن انتقلنا عهون صاروا الناس، لأنه هناك القدس هون ضف، صار كتير صعوبة إنهم يجوا عنا، وشوي شوي شوي زاد العدد عنا. وبتأمل وبتمنى إنه حدا يساعدنا إنه نقدر ناخد بنات تانين، إذا في بنات تانين، لأنه نحن بمقدورنا إنه نصرف عليهم. هذا كمان سؤالي، الدعم اللي انتم تتلقوه، المساعدات، يعني احنا بالعادة دائما نسمع انه دائما في مشاكل عند الجمعيات الخيرية في عدم وجود تمويل، وطبعا انتم بلا شك عندكم مصروف عالي من المبيت، من الطعام، من الشراب، من اللباس، انتم يعني عمليا تتكفلوا في الايتام. كيف بتحلوا هاي المشكلة؟ شوف نحن الحمد لله، يعني اول اشي انت شفت الجمعية وشفت كيف النظافة والترتيب والطالبات وغرف النوم عندهم. بس نحن الاشي انه حريصين على فلوس الجمعية، يعني فيش عنا نهدر هون وهون، بنفكر مئة مرة قبل ما بدنا نصرف لأي اشي. اذا اشي في منفعة للبنات وللدار بنعمله، اذا لا بس لانه نظهر مظاهر وهذا لا ما فيش منه. كتير حريصين على فلوسنا وفلوس البنات. يعني طب لو مثلا يعني احد رجال الخير او نسوة الخير اراد انه يتكفل يتيمة، كم بكلف؟ عندنا كفالة اليتيم سنوي 700 دينار اردني او 1000 دولار امريكي. هذا طول السنة؟ لا طول السنة. بيشمل كل شيء؟ بيشمل كل شيء، بس الحمد لله الأهل الخير مناح كتار يعني. وبعدين تعرف لو يدخلوا بيشوفوا الجمعية بهالترتيب وهالنظافة، يعني بيعطوا بسخاء. صاروا في ناس مش متكفلين بس برضو بيعطوا، بيجوا بتبرعوا، عندهم مثلا زكاة مالهم، عندهم في رمضان بيحبوا يدفعوا، في أعياد في ناس بتبرعوا في ملابس، ترينينج للبنات، بيجامات، كنادر، أحذية، اي شيء يعني. ونحن ما بنرفض ولا شيء. الدار شو بتشمل؟ شو المرافق اللي موجوده عندكم؟ عندنا المنامه هلا يعني شفتوهم انتو، عندنا المطبخ كامل من جميع ايش المستلزمات اللي فيه، من ناحيه الثلاجات، من ناحيه الحمايه برضو من الغاز والنار والاشياء هذه. عندنا غرف للبنات، عندنا مكتبة، عندنا قاعة اجتماعات كبيرة بنعمل فيها مرات حفلات في رمضان بالذات، نعمل إفطار خيري. الحمد لله بتدر علينا هذه الحفلات. يعني موسم رمضان بلا شك التبرعات بتكون فيه متميزة، فبتحاول انكم تعملوا الافطار في الدار نفسها، نفس الدار. فبالتالي بيجي المتبرع او رجل الخير بيشوف بعينه، بيشوف بعينه، مش انه انا بعزمه بفندق وبالتالي ممكن ما يشوف. لا 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 بيجوا. بعدين شوف لهقول لك كثير ناس بيطلبوا منا بدنا نيجي نزوركم، حددوا لنا يوم.
نحن بنقول لهم نحن ما بنحدد يوم، الجمعية مفتوحة، البنات فيها، الموظفات فيها، نحن مرات بنكون فيها، أي وقت بتحبوا تيجوا، إن شاء الله الساعة 7 الصبح، إن شاء الله 12 بالليل، الظهر، أي وقت بتحبوا، لحتى يشوفوا الإشي على طبيعته، مش والله نحن جهزنا لأنه بدهم يجي يزورونا. يعني ما بتحاولوا انكم تفتعلوا شيء انتم يعني لا 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 لا. هذا هو الواقع، هذا هو الوضع الواقع. يعني شوف هذا واقع المدرسه. البنات نحن بنوديهم بالاجازات مثلا لاسبوعين، اجازه الصيف شهر، بيطلعوا روحوا عند اهلهم، في ناس ما لهمش اهل. ولكن في نهايه المطاف المجتمع الفلسطيني مجتمع اصلا قائم على فكره التكافل. كيف انتم في الجمعيه بتقدروا تستفيدوا من هذا التكافل، سواء اللي بتكفلوا اليتيمات او اللي بيساعدوا، كيف ممكن تستفيدي من هذه الامكانيات؟ بابنا مفتوح للكل، اللي بيجي بحب يشوف يتفرج على الجمعيه، اللي بحب يسال عن البنات شو لازمهم. هلا كثير في ناس من الستات بيقولوا لك الثواب اني انا اطبخ واطعمي، شايف؟ فبطبخ مرات وبيجوا هم العيله كلهم، يعني هي وبناتها وكناينها ومرات جيزانهم بيجوا وبيقعدوا مع البنات بياكلوا في غرفه السفره، بينبسطوا انهم هيهم اطعموا ناس بعينهم شافوا، مع انه نحن الحمد لله يعني في ناس بيسلمونا وبيقولوا اصطفلوا. يعني نحن لو بدنا ندوق، يعني انا كيف اقول لك شيء، لاني بدخل على المطبخ، انا مش بدخل مشان بدي اكل، بدخل اشوف كيف الرز، كيف اليخني، ايش حاطين لحمه، كيف الوضع. فمرات بمسك بهالمعلقه بس معلقه وبدوق اليخني، شايف الرز بشوفه والله عندنا. يعني بتمك انت ست بيت، ست بيت انت يعني بتتبعي زي كانه اكل في بيتك. مش بس انا والله، الاعضاء كلهم بدخلوا بشوفوا. وانا اللي بعرفه انه في ازمه معينه ماليه الاعضاء هم اللي تكفلوا يعني على المحل، على المحل. انا هذا يعني بعرفه بالكلام. شوف كنا نحن يعني لما توقعوا في زنقه واحده من العضوات هي مثلا تحمل. تدريس البنات في الجامعه اقساطهم في الجامعه كمان حتى. طبعا انا عندي حوالي 32 بنت جامعيه تخرجت، في منهم ماجستير عملوا، في منهم صيادله. هذا انت تابعتي معاهم؟ انا بعرف انه بس يعني بالعاده الايتام لل 18 ضلنا نحن ليخلصوا الجامعه، وحتى لو يعني تزوجوا برضه بنطل عليهم. بس احنا يعني بنشكرك وبنشكر الجمعيه عموما، وبنشكر ايضا السنوات الطويله من سنه 86 وانتم لغايه الان بتخدموا اليتيمات. انا بنفسي بشكل شخصي كنت دائما اشوف كيف تحاولوا كمان تستقطبوا الاموال عشان تصرفوا على الدار. يعني هذا المشروع بده دعم مالي وبده استمرار، وكفالة اليتيم بلا شك ليست بالأمر اليسير اللي هي موضوع الاستمرارية. شكرا لك كثير ست فضل. العفو، أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. قبل أن يتم تمديد أنابيب المياه فإن مدينة القدس كانت تعيش على الأسبلة المنتشرة في المدينة التي تعود إلى عدة حقب ماضية، ولكن هذه الأسبلة كانت أيضا تشكل مشهدا جماليا في المدينة. فهذه الأسبلة من العصر المملوكي أو حتى ما قبل في العصر الأيوبي وفي الأزمنة الأخرى كانت تخدم المدينة وأهلها في الحصول على المياه، مع فقرة بين الماضي والحاضر.
تمثلت الأسبلة بمجموعة من النظم، لعل من الأسبلة التي نشاهدها اليوم هو مجموعة أسبلة السلطان سليمان القانوني التي كان في أصلها 9، اليوم نعرف منها 6، متتوزع على مداخل أساسية في البلد القديمة، روعي فيها الاستطراق وكثافة الناس وموقعها من الحرم الشريف. فلدينا السبيل، سبيل الواد الذي نقف أمامه، وإلى الأمام لدينا سبيل آخر أمام مدخل للمسجد الأقصى المبارك يعرف بباب الناظر، وهناك سبيل على مشارف باب الأسباط، وسبيل آخر في باب السلسلة. هذه الأسبلة داخلية، وهناك أسبلة خارج المسجد الأقصى، لعل أشهرها ما وجد في ما يعرف بباب الخليل أو جورة العنب. هذه الأسبلة بتوزيعاتها المختلفة في المدينة بالإضافة لأسبلة أخرى عملت على كفاية النظام المائي فيما يتعلق بمدينة القدس. كل سبيل له شخصيته وله طرازه، يعتمد على إمكانيات المنشئ، على الظروف المحيطة به، وعلى الأساليب المعمارية. في الفترة العثمانية أسبلة السلطان سليمان القانوني تقدم لنا طرازا جديدا من الأسبلة لم تعرفه القدس في العصر المملوكي، وهناك محاولة لإحياء هذه الأسبلة جرت من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية لمحاولة إنجعاشها، جرت هناك محاولات أيضا ممن رغب في ذلك من الأتراك، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حالت دون ذلك وتصر على تعمير بعض من هذه الأسبلة قهرا وغصبا على دائرة الأوقاف الإسلامية بضم أجهزتها وبضم طواقمها، ممعنة في ذلك في سياسة الفرد والتهويد وسياسة تحييد الآثار والمباني العربية الإسلامية. من قصص المقدسيين المهمة هي قصة العمال الفلسطينيين الذين يذهبون للعمل في السوق الإسرائيلية. عدد كبير من أولئك العمال يعانون ما يعانون من اضطهاد على مستوى العمل، ولكن هنالك مشكلة كبيرة تتعلق بمحورين. المحور الأول هو الأمن الشخصي للعمال الفلسطينيين الذين يعملون في المصالح والمتاجر الإسرائيلية، والمحور الثاني هو حقوق أولئك العمال سواء من الأتعاب أو من الرواتب أو حتى في حالات وجود حوادث وما إلى ذلك. للأسف بعض العمال يجهلون حقوقهم، يجهلون ما لهم وما عليهم، ومن جانب آخر يستغل أرباب الصناعة والتجارة الإسرائيليين حقوق أولئك العمال، يمنعونهم من الحصول على هذه الحقوق باستغلال جهل العمال بالقوانين. أما إذا علم العامل حقه وأراد الذهاب إلى المحاكم الإسرائيلية ورفع قضية، وهو أمر للأسف قليل بسبب صعوبة وصول العمال إلى المحاكم الإسرائيلية من جانب، عدم رغبتهم بتكفل يعني أتعاب المحامين من جانب آخر، عدم إثارة الجانب الإسرائيلي عليهم، يعني هم يخشون من أنهم إذا ذهبوا إلى المحكمة الإسرائيلية لن يتم منحهم تصاريح عمل وعمال. وهذا ينطبق أيضا على العمال الفلسطينيين الذين يحملون الهوية الإسرائيلية داخل مدينة القدس. معنا للحديث حول هذه القضية المهمة الأستاذ المحامي حمزة الحلواني، وهو متخصص في قضايا العمل والعمال، ومعنا أيضا الباحث في شؤون القدس أحمد الصفدي. أهلا بكم في هذا الحوار في برنامج قصص مقدسية. أريد أن أبدأ معك أستاذ حمزة، نبدأ في الجانب الأول ألا وهو حقوق العمال. هل العامل الفلسطيني يعلم حقوقه؟ هل لديه أصلا حقوق في عندما يعمل في المصالح الإسرائيلية؟ في البداية بحب أتوجه بالشكر إليك ولطاقم البرنامج ولتلفزيون فلسطين على استضافتنا للبحث في هذا الموضوع المهم. من ناحية علم هل أن العامل الفلسطيني يعلم حقوقه؟ أكيد لا. أكثر من 90% من العمال الفلسطينيين لا يعلمون ما هي الحقوق التي يستحقون حسب القوانين الإسرائيلية. العامل الفلسطيني للأسف يخاف، لديه ثقافة الخوف من التوجه للمحاكم الإسرائيلية، ولديه ثقافة الخوف في المطالبة بحقوقه خلال فترة العمل.
العامل الفلسطيني يخاف من أن يفقد مصدر دخله. هو العامل الفلسطيني يعتقد بأنه إذا طلب صاحب العمل الإسرائيلي بحقوقه سوف المشغل الإسرائيلي سوف يقوم بفصله، لذلك يسكت وينتظر حتى نهاية الخدمة، وبعد ذلك من الممكن أن يتوجه إلى المحاكم ومن الممكن أن يستمر في سكوته. يجب إثارة قضية هامة هي العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية. العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية يشكلون 9% من قوة العمل الإسرائيلية. حسب الإحصائيات الرسمية للبنك المركزي الإسرائيلي حوالي 100,000 يوجد في إسرائيل 100,000 عامل فلسطيني، وحسب إحصائيات غير رسمية يوجد 150,000 عامل فلسطيني يعملون بشكل غير قانوني. حوالي 80,000 يعملون بشكل قانوني مع تصريح عمل رسمية من مكتب العمل، وحوالي 70,000 يعملون بشكل غير قانوني. العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية يعانون من اضطهاد واستغلال من قبل المشغل الإسرائيلي. العمال الفلسطينيين بشكل عام يعانون من وضع سيء وسيء جدا، وهذا حسب اعتراف من البنك المركزي الإسرائيلي ومن دائرة الإحصاء الرسمية المركزية الإسرائيلية. للأسف الشديد حسب الإحصائيات الرسمية العامل الفلسطيني يتقاضى أقل من الحد الأدنى للأجور. حسب الإحصائيات الرسمية العامل الفلسطيني يتقاضى حوالي 3600 شيكل متوسط دخله، هذا يعتبر أقل من الحد الأدنى للأجور. بس أستاذ حمزة عشان لا نتوسع في المسألة، يعني ما هي الحقوق للعامل إذا أراد أن يعمل في المصالح الإسرائيلية؟ شو له؟ يعني أنت قلت أتعاب، قلت إجازات، بس أنا معني في التفصيل. في البداية يجب المساواة. أهم حق للعامل الفلسطيني هو المساواة. حسب القانون الإسرائيلي العامل الفلسطيني يحق له ما يحق للعامل الإسرائيلي من حد أدنى للأجور، اللي هو كم؟ حاليا 5,100 شيكل حاليا لعامل البناء. للعامل العادي 4,600 شيكل. العامل الفلسطيني يتقاضى أقل من هذا من الحد الأدنى للأجور. بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون لديه خطة للتقاعد. يجب على صاحب العمل الإسرائيلي أن يقوم بتحويل مبلغ معين نسبته 6% حاليا لصندوق تقاعد بعد 3 شهور من بداية العمل. أحمد، كما تعلم بأن هنالك العديد من العمال الفلسطينيين من مدينة القدس الذين يعملون في القدس الغربية، في تل أبيب، ريشون لتسيون، غيرها من هذه الأماكن الصناعية والتجارية، الذين يواجهون خطر اعتداء الذين يعملون معهم أولا، ثانيا غلاة المستوطنين الذين يمكن أن يكونوا في المكان، ثالثا في الطريق وهم ذاهبون، وأنا لا أستطيع أن أعدد كمية الاتصالات التي وردتني أنا بشكل شخصي من عمال تم الاعتداء عليهم خلال العامين الماضيين. هل بالفعل هنالك خطورة على عمالنا الفلسطينيين؟ أولا الخطورة تتلخص في الخطورة على الاقتصاد الفلسطيني وبشكل خاص على الاقتصاد المقدسي، حينما 40% من العمالة الفلسطينية المقدسية تعمل في داخل إسرائيل، ونسبة عالية من المتسربين في المدارس تتجه إلى السوق الإسرائيلي باستخدام وسائل الجذب من قبل السوق الإسرائيلي إلى الفلسطينيين وحتى إلى طلاب المدارس لكي يتسربوا المدارس ويعملون بالسوق الإسرائيلي، وهذا خطر جدا على الاقتصاد المقدسي، فيجب أن تتوجه هذه العمالة إلى الاقتصاد المقدسي في قطاعات مختلفة ومنها وأهمها السياحة أيضا. ولكن نحن نرى أنه لا يوجد بدائل في الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام أو الاقتصاد المقدسي، لذلك اضطر المقدسيون التوجه إلى الأسواق الإسرائيلية للعمل فيها، هذا أولا. ولكن المخاطر تزداد على العمال سواء من الضفة الغربية أو من القدس، فالإسرائيليين يحاولوا أن يشغلوا عمال من الضفة الغربية لأن هنالك مرابحة أعلى وإيرادات أعلى وعدم التزامات مثل ما تحدث زميل المحامي. أستاذ حمزة، تحدثنا حول قضايا حقوق العمال. هنالك بعض العمال الفلسطينيين للأسف والمقدسيين بخاصة يخشون من كونهم يعملون بالمياومة، وبالتالي هم ليسوا موظفين بعقود، وبالتالي إذا عمل على اليومية لمدة شهر شهرين سنة سنتين يشعر بأنه لا حقوق له. أنا بدي إياك أستاذ حمزة توضح للعامل الفلسطيني اللي بشاهدنا الآن، حتى لو عملت بالمياومة لك حق ولا لا؟ لا يوجد حسب القانون الإسرائيلي لا يوجد فرق بين العامل الذي يتقاضى أجر يومي أو بين العامل الذي يتقاضى أجر شهري. أغلب الحقوق العمالية تأتي بعد إتمام سنة كاملة من العمل. إذا أنا بتوجه للعامل الفلسطيني وبقول له إذا أنت أتممت سنة كاملة من العمل
يحق لك كافة الحقوق من استجمام، من تعويضات نهاية الخدمة، من إجازة سنوية، من كافة الحقوق، التقاعد، خطة التقاعد يجب البدء فيها بعد 3 شهور. لا يوجد فرق حسب القانون الإسرائيلي بين العامل الذي يتقاضى أجر يومي أو العامل الذي يتقاضى أجر شهري. يجب على العامل الفلسطيني والعامل المقدسي أن تكون لديه ثقافة المطالبة بالحقوق. طب أنا بدي أسأل عن العمال. يعني العمال اليوم بيشاهدونا، راح يسألوك سؤال يعني تلقائي، كلام كتير حلو، أنا شو لازم أعمل؟ أنا عامل فلسطيني، عملت، تم فصلي تعسفيا، تم طردي، تم أي شيء، صار معي حادث، ماذا يجب أن أفعل لكي أحقق كلامك من كلام نظري لكلام عملي فيه فلوس بالآخر؟ في حال أن العامل الفلسطيني تم فصله نتيجة مطالبته لحقوقه، يجب عليه التوجه إلى محامي مختص للمطالبة بهذه الحقوق. في حالة أن العامل الفلسطيني هو على رأس عمله ولكن لا يتقاضى هذه الحقوق، يجب عليه أيضا التوجه إلى محامي أو إلى جمعيات حقوقية مختصة في ومعنية بقضايا العمال الفلسطينيين أو حتى الإسرائيليين، والتوجه إليهم للتوجه إلى المشغل وصاحب العمل الإسرائيلي لكي يدفع هذه الحقوق. العامل الفلسطيني لا يستطيع أن يجلس في بيته ويقول أنا لا أتقاضى حقوقي، يجب عليه أن يقوم باتخاذ كافة الإجراءات، ومن أهمها التوجه إلى محامي أو إلى جمعية حقوقية للمطالبة بهذه الحقوق. أستاذ أحمد، أنا أريد أن أتناول معك أيضا قضية مهمة. في عام 56 كان هنالك مجموعة من العمال الفلسطينيين العائدين إلى قريتهم في كفر قاسم، وحتى تم عمل فيلم سينمائي حول مجزرة كفر قاسم في عام 56، وتم إطلاق النار بشكل مباشر على عمال فلسطينيين خرجوا من شاحنات ومن حافلات على حدود القرية، وتم إعدام أولئك العمال، وطبعا صارت قضية ما يسمى بقضية القرش، يعني أنه الغرامة التي دفعها الضابط العسكري الإسرائيلي كانت قرش. هذا عام 56. السؤال، هل نحن ما زلنا نعيش في عام 56؟ هل يمكن للعمال الذين تعرضوا للضرب أو الإهانة أو القتل أنه يتم المطالبة بحقوقهم سواء النفسية أو الجسدية أو المالية، أم أنه الموضوع وهمي وكما تم التعويض بقرش قبل في عام 56 إحنا ما زلنا اليوم لغاية اليوم نعيش بنفس المأساة؟ أولا، هو الاستهداف للفلسطيني سواء في الخمسينات أو بالـ48 أو حاليا، ولكن الفرق أن هنالك كانت مجازر جماعية في كفر قاسم وفي عدة مدن من الداخل الفلسطيني، والآن يصف العمال فرادة، ولكن استهدف العامل الفلسطيني أيضا الآن ومعرض للخطر، وكما روينا ونحن نلاحظ في الأحداث السابقة كل ما هو فلسطيني أو مشكوك من لون بشرته أنه فلسطيني مهدد، وهذا ما شاهدناه وقت حادث النقب حينما كان هنالك شخص أرتيري يشبه الفلسطيني بالبشرة تعرض للقتل، وهذا ظلم أيضا لنا الشخص نفسه. إذا الفلسطيني نتذكر أيضا يوسف الرموني السائق الحافلة الذين صحيح قالوا بأنهم شنقوه، الشهيد يوسف الرموني والعائلة، يعني تتذكر يعني هذا شهيد لقمة العيش الذي ترك زوجته التي هي معلمة في مدرسة الأقصى في البلد القديمة وأبنائه تركهم، وهو كان في وضع نفسي جيد وعادي، وجميع الشهود يقولون أنه يعني تحدثوا معه قبل الحادث، ولكن كان استهداف. ونحن نعلم أن هنالك تعتيم على كل جريمة يكون فيها الاحتلال، وتعتيم من المستوى الأمني وخاصة المستوى السياسي. الآن مثلا المستوى الأمني يطالب بمحاكمة قتل الدوابشي، ولكن المستوى السياسي يرفض هذه المحاكمة. إذن هنالك الحق الفلسطيني، حقه في الحياة مهدور، فما بالك حقه في العمل وفي لقمة العيش. العامل الفلسطيني المشكلة يفكر في 3600 شيكل، بقول لك هذا دخل أفضل من الدخل في فلسطين إذا اشتغل في مناطق السلطة الذي قد يحصل 2500 أو 2700 شيكل، ولكن الفكرة كم يعاني ساعات طويلة على الحواجز، سواء الحواجز الداخلية أو حواجز المستوطنات، وما هي المخاطر التي يتعرض فيها. أستاذ حمزة، على موضوع التوجيه، يعني كما نعلم العمال بيشتغلوا زي ما قال أحمد، يعني هذه لقمة العيش. بعض العمال للأسف بيشعروا أنه إذا أنا بدي أروح أشتغل عند المصانع الإسرائيلية يعني المشاغل الإسرائيلية، المتاجر الإسرائيلية، أنه أنا لازم أقبل بالمطروح ما هو على الطاولة. هل الأحمد بيحكي بقول لك أنه لازم يوقعوا عقد، هل لازم يعملوا كذا؟ هل بتظن أنه هذا الكلام عمليا منطقي، أنه أنا طبعا هو حق،
بس يعني هل العمال بالفعل يعني من متابعاتك القانونية بتشعر انه عمالنا بيهتموا بموضوع التوثيق؟ العامل الفلسطيني لا يهتم بموضوع التوثيق. حسب القانون الإسرائيلي الصادر في سنة 2002 يجب على صاحب العمل أن يقوم بإعطاء العامل الفلسطيني أو الإسرائيلي على السواء إعطائه وثيقة توضح ما هي شروط العمل، ما هي ساعات العمل، ما هو الأجر اليومي أو الشهري، ما هي الحقوق المترتبة، سواء هل العقد هو عقد محدد لمدة معينة أم عقد مفتوح خلال 30 يوم من بداية العمل. للأسف من خلال خبرتي أغلب العمال الفلسطينيين لا يطالبون بهذه الوثيقة التي تثبت حقوقهم. في قضية مهمة جدا أثارها زميلي هي موضوع التأمين الصحي. في إحصائية قام بإصدارها ونشرها البنك المركزي الإسرائيلي أنه تم اقتطاع في سنة 2014 مبلغ وقدره 100 مليون شيكل من معاشات العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية من أجل التأمين الصحي 100 مليون شيكل. السؤال الذي يطرح نفسه، العامل الفلسطيني كم استفاد من هذا المبلغ؟ للأسف الشديد العامل الفلسطيني لا يعلم أن له تأمين صحي مكفول في دولة إسرائيل، أنه يستطيع التوجه إلى كافة المستشفيات الإسرائيلية للعلاج المجاني، هو وعائلته وأفراد عائلته هو وزوجته وأولاده يحق لهم العلاج المجاني. للأسف العامل الفلسطيني في حالة المرض أو لا سمح الله في حالة إصابة عمل خطيرة يقوم بالتوجه للعلاج في المستشفيات الفلسطينية، وهو يقوم بدفع من ماله الخاص كافة التكاليف على الرغم من أنه يحق له التوجه إلى المستشفيات الإسرائيلية للعلاج الكامل والمجاني. حسب تقرير قامت بنشره جمعية حقوقية عمالية تدعى كافلا عوفيد، العمال الفلسطينيين تقاضوا فقط 20% من هذه المبالغ من مبلغ 100 مليون شيكل. العامل الفلسطيني لا يقوم بتحصيل أي تعويض نتيجة إصابة الإصابات الحوادث العمل. في حالة حدوث مرض، في حالة حدوث حادث عمل، يحق لك العلاج الكامل والمجاني في المستشفيات الإسرائيلية. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، إذا توجهنا الآن إلى مجموعة بشكل عشوائي نأخذ 10 عمال فلسطينيين ونسألهم، 10 عمال حصل معهم حادث عمل خلال العمل ونسألهم هل قمت بتوجه إلى المستشفيات الإسرائيلية للعلاج؟ يقول لا. هل قمت من دفع تكاليف العلاج؟ يقول أنه دفعه من ماله الخاص. للأسف الشديد يوجد عدم وعي كافي لدى العامل الفلسطيني بأن لديه تأمين صحي كامل ومجاني حسب قانون العمل الإسرائيلي. المكتب العمل الإسرائيلي لا يقوم بالمنع على العامل الفلسطيني وإعطائه شيء منحة. أنت تدفع بشكل شهري مبلغ مقطوع من معاشك من أجل التأمين الصحي، هذا حق. إذن الرسالة وصلت على عمالنا وعاملاتنا، الانتباه إلى الحقوق التي هي لكم، عدم التفريط بها تحت عنوان الجهل أو تحت عنوان القبول بالأمر الواقع. إذا حدث معك حادث إصابة عليك أن تراجع، إذا حدث معك أمر ما عليك أن تراجع، ولك أن تطالب بحقوق العمل تحديدا ما يسمى بالأتعاب نهاية الخدمة وما إلى ذلك، ولا تترك الأمر هكذا يمر. يا ما سمعنا عن عمال عملوا لعشرين وثلاثين وأربعين سنة ولم يحصلوا على أتعاب نهاية الخدمة تحت عنوان أنه يعني ما بديش أعمل مشاكل، هذا حقق طالب فيه. نشكر كل من الأستاذ حمزة الحلواني المحامي، ونشكر أيضا أحمد الصفدي الباحث في شؤون القدس، شكرا لكما على هذه المقابلة. ننتقل المشاهدين الآن إلى الفقرة التالية.
في فقرة ثقافة مشاهدينا سوف نتحدث عن فن الأرابيسك في مدينة القدس. طبعا هذا الفن ليس بالفن الجديد، هو فن يمتد إلى فترات طويلة. في الفترة الإسلامية طبعا كان أوجه، كان أيضا قبل ذلك في الفترة البيزنطية وإن كان في أواخر ذاك الزمان، ولكن هذا الفن هو فن مشرقي، هو موجود في بلاد الشام، ولكن أيضا هنالك فن الأرابيسك في مصر، امتد أيضا إلى الأندلس. ولكن هذا تاريخ، هذا الفن إلى حد بعيد تراجع دوره إلى صالح الأعمال الفنية الأخرى، وطبعا هذا فقد من جمالية مدينة القدس. الأستاذ عزام أبو سعود هو طبعا روائي وكاتب، اجتهد على نفسه خلال السنوات الماضية مع مجموعة من الحرفيين، وذلك لاستنهاض وبعث هذا الفن الجديد بنفس الروح بتقنيات إلى حد ما مختلفة، ولكنه حاول أيضا أن يدمج الاختلافات الموجودة بين الشام ومصر والأندلس. وفي بيته جعل لنفسه يعني ورشة صغيرة، وذلك في محاولة منه لصنع المشربيات أو بعض الواجهات المنازل أو داخل المنزل التي يوضع فيها الصور، وهذا بلا شك أضاف وسيضيف إلى مدينة القدس الشيء الكثير. أستاذ عزام، أنا بدي أبدأ يعني أولا منرحب فيك طبعا ومنشكرك على هذه الاستضافة، ولكن أنا كتير حابب أسألك سؤال. إنه في مدينة القدس قبل الزلزال الكبير في العشرينات كان في 345 مشربي. نعم. مدينة القدس اليوم ما فيها هذا العدد. نعم. شو صار في المشربيات؟ الزلزال، المشربيات هي مشربيات خشبية ومشربيات خشبية زخرفية. الزلزال في خارج المنازل بالطبع في برندات أو في بلكونات معلقة في غالبها، الزلزال هو هدمها. أول شيء تأثر في القدس بالزلزال كانت المشربيات والأعمال الخارجية والشبابيك. سقطت. فسقطت في فترة كان الناس في حالة مادية تعيسة جدا، فالناس ما قدرت تعيد بنائها كما كانت عليه. فقط عملوا بعض الترميمات، وبعض الترميمات خلال 80-90 سنة السابقة برضو راحت وبطل إلا أثر للشيء القديم الموجود كان فيها. من بعد سنة 20 من القرن الماضي لغاية الآن فقدت مدينة القدس مشهد جمالي رائع ملون اللي هي المشربيات. يعني لما أنا ماشي في طرقات البلدة القديمة كان لازم أنا قبل 100 سنة أني أشاهد هذه المشربيات اللي كانت بتشكل لون، ولكن في نفس الوقت هذه المشربيات مكلفة، بمعنى آخر أنه تحديدا في الفترة المملوكية يبدو لما كان في المماليك كانوا بيدفعوا بهذا الاتجاه مالا على الأقل. نعم. وكانوا بيحاولوا يدعموا هذا الفن. السؤال، هل اليوم إحنا بنملك مال نصنع مشربيات جميلة زي اللي انت بتعملها وننشرها في مدينة القدس في البلدة القديمة؟ والله المفروض انه العالم العربي يملك المال اللازم لإعادة البهاء، لإعادة الروح الشرقية، الروح الإسلامية، الروح المسيحية لمدينة القدس. الروح العربية، هذا فن عربي. بالإجمال العالم العربي يملك التكاليف، مهما قلنا انها مكلفة. عن ايش بنحكي؟ احنا بنحكي على مشربية اليوم كلفتها 8-10,000 دولار. طب على مستوى الحرف اللي انتم بتعملوها في عمل الشغل، كم يستغرق الوقت لانجاز عمل معين؟ مثلا احنا بنشاهد وراك انه هذه مثلا صو يعني مجسم لتريا. نعم. كم يستغرق هذا الوقت؟ اولا تصميم. التصميم اللي بياخد الوقت الأكثر. التنفيذ اليوم ليش ما نستعينش بالأجهزة الحديثة والكمبيوترات هذه سخرت لخدمتنا، ليش ما نطورش آلتنا اللي كانوا الناس يشتغلوا فيها باليد، مع أنه في كثير من الشغلات بدك اليد، لكن بالإجمال ممكن التصنيع من خلال أجهزة CMC أو الأجهزة المحوسبة للحفر. أستاذ عزام، طورت إلى حد بعيد هذا الفن، يعني إذا بنقارن مثلا الشبابيك اللي أنت بتعملها مقارنة مع الشبابيك مثلا في المسجد الأقصى. نعم. بنجد أنه في تغيير، يعني مثلا أنت استفدت من الكهرباء، يعني في بعض المشربيات أنت أضفت إنارة داخل المجسم. نعم. نفسه، إضافة إلى يعني الرسمات أو التشكيلات. شو التطوير اللي انت عملته؟ انا دمجت اربع
الحرف مع بعضها في في القطع العمالي بطلعها. الحرفة الكهرباء هي أحداهم، لكن الأصل عندنا شغل الأرابيسك، الخشب المعشق اللي ما في مسمار ولا بري ولا نقطة غيره، مخزق وبدخلوا في قلب بعضهم، بتشبكوا في قلب بعضهم، بتربطوا بخيطان. الشغل الثاني الحفر على الخشب، الحفر العميق على الخشب اللي هو تخليم الخشب اللي بتسمى، هذا الفن الثاني. الإضافة الثالثة له اللي هي الزجاج الملون، يعني مش البحكي في زجاج معشق وفي زجاج ملون. اليوم اللي أنا بشتغله زجاج ملون، مع أنه هناك إمكانية للعمل تعشيق الشغل الزجاج المعشق. هل أنت موجه هذه الصناعة للمشترين الأجانب ولا المشترين الفلسطينيين المحليين؟ للجهتين، للجهتين. حتى الآن ما أجنش ولا مشتري أجنبي. أنا من القطع اللي أجت اللي عملت معرض، والمعرض كانوا مشترينه العرب الموجودين في مدينة القدس ومن مختلف التصنيفات الاجتماعية، يعني المختلفة اللي هاوي جمالية وأعجبوا قطعة من القطع اشتراها، وحتى أنا أعرف أنه دخله حتى مش الدخل العظيم أو قدراته الذاتية مش القدرة على اقتناء مثل هذه، بس حب أنه يكون في بيته مثل هذه القطعة اللي تعيده لروح أيام زمان، للروح اللي كانت موجودة في القدس، لأنه يعرف القدس كما هي القدس. أستاذ عزام إن شاء الله بكون فيه، وإن شاء الله بكون في بالفعل عنا روح ترجعنا لهذا الزمن الذي بلا شك هو زمن كان مهم، وكانت مدينة القدس شكلها مختلف. نعم. يعني اليوم اللي بيمشي في مدينة القدس حديثة في البلد القديمة بيجد أنه في جماليات كثير ناقصة في المدينة، وبدأت تتحول إلى بشاعة تحديدا مع الوجود الاستيطاني في مدينة القدس اللي بدأ حد يغيرها. احنا فخورين فيك أستاذ عزام، شغلك متميز مش بس في كتابة الرواية اللي احنا بنشوفك فيها، ولكن أيضا أنت بتكتب على الخشب أنت والطاقم اللي معك، وإن شاء الله بتستمروا، وإن شاء الله خلال 5 أو 10 سنوات القادمة منشوف المشربيات قد انتشرت في البلد القديمة. شكرا لك أستاذ عزام. أهلا وسهلا. يا أهلا. مشاكل المقدسيين تكاد لا تنحصر، أولئك الذين يعيشون تحت الاحتلال لا يوجد هنالك دولة تقدم لهم الحماية أو الخدمة، لذلك فإن المؤسسات المقدسية هي التي تحمل على عاتقها خدمة المقدسيين، مع فقرة مؤسسة مقدسية. على بعد أمتار قليلة من المسجد الأقصى المبارك وفي عقبة الخالدية بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، وفي هذا المبنى التاريخي العريق الذي يحمل تاريخ أمم وعصور مرت على مدينة القدس، يقع مركز العمل المجتمعي التابع لجامعة القدس. تم إنشاء مركز العمل المجتمعي عام 1999 كجزء من خدمات الجامعة في قلب البلدة القديمة لبيت المقدس، بهدف بناء خدمات تنظيم المجتمع المقدسي، وذلك باستخدام المنهجية المجتمعية المبنية على ممارسات الحقوق والتي تستند إلى الإيمان بحقوق الإنسان والعدل والمساواة. وقد عمل المركز على بناء وتطوير البرامج لتتجاوب مع الاحتياجات المتعددة الأبعاد للفئات الأكثر تهميشا، فهو يقدم الخدمات القانونية والاجتماعية والتعليمية والنسوية، ويمكن المواطنين المقدسيين من انتزاع حقوقهم والدفاع عنها أمام سياسات الخدمات الإسرائيلية المحتلة والعنصرية. قررت الجامعة أن تمكن المجتمع الفلسطيني سواء المرأة أو الرجل أو الطفل بالأساس من خلال مساعدته على معرفة حقوقه اللي ممكن تحصيلها خلال في القدس،
ودعمه من خلال هذا الإطار. فبنت هذا المركز اللي مبني على نظرية التمكين المبني على الحقوق اللي بيعتمد على عدد من العاملين الاجتماعيين من ناحية وعدد من المحامين من ناحية تانية. تقوم رؤية مركز العمل المجتمعي على المناصرة والتقوية والتدعيم وتفعيل دور الأفراد والمجموعات والمؤسسات والمجتمعات المحلية خاصة المهمشة منها لتأثير في تغيير السياسات والتشريعات والوصول إلى الحقوق كافة وحمايتها للمساهمة في تطوير وتنمية المجتمع المدني في القدس، وذلك كله لإيصال رسالة المجتمع في إحداث تغيير في السياسات الاجتماعية القائمة. مركز العمل المجتمعي ينظر للمجتمع الفلسطيني بشكل أكثر شمولي. احنا مش بس مركز حقوقي، اللي هو طبعا احنا مركز حقوقي وعمالنا بنقوي، ولكن احنا كمان مركز اجتماعي، مركز موجود في داخل المجتمع، موجود في وسط البلد القديمة، في وسط حارات المقدسيين في البلد القديمة، وبيتفاعل مع المجتمع بشكل يومي وبشكل حميم. يقدم للمركز العديد من الخدمات والبرامج والتي أهمها العيادة الحقوقية التي تساعد المقدسيين على تحصيل حقوقهم ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، خصوصا مواضيع التأمين الوطني والإقامة للمقدسيين وهدم المنازل، كما ويعمل على برامج خاصة للوصول إلى المجتمع من خلال مركز تمكين المرأة وبرنامج الأطفال وبرنامج التعليم المجتمعي ومكتبة الطلبة المتطوعين. شعبنا في مدينة القدس للمطالب باسترداد جثامين الشهداء المختطفين والمحتجزين لدى سجون الاحتلال وفي ثلاجاتهم اللعينة. اليوم نقول نحن كشعب فلسطيني بكافة أطيافنا وشرائحنا نقف إلى جانب شهدائنا وإلى جانب أهاليها. إحنا يعني كمقدسيين وكناس موجودين هون، هذا أقل واجب إحنا ممكن نقدمه لروح الشهيد والأهل الشهيد، لأن الشهيد هما لما استشهد ولما نزل، هو ما نزل أو ما استشهد بس يعني عشان خاطر إشي إله أو إشي عيلته، هو استشهد عشان فدى الوطن وفدى القدس، وهذا واجب وطني بسيط لأي مقدسي لازم يكون في هذا اليوم. أي تحرك جماهيري هو رح يعطي رسالة واضحة جدا أنه كل الناس مع الشهداء ومع استرجاع جثامين الشهداء ومع أهالي الشهداء وضد الهدم وضد كل الإجراءات الإسرائيلية اللي عم بتتم بالقدس. واجب علينا كوطني كناس كشعب فلسطيني واحد إن نوقف مع بعضنا ونوقف مع أهالي الشهداء، هاي وقفة واجب على كل إنسان فلسطيني. هذا الاحتلال هو احتلال سادي، احتلال قاسي، لا يقدر لا أعراف ولا أخلاق، ما في عنده إيش هذا الاحتلال، لكن على الأقل كي نحفظ ماء وجوه المقدسيين أتينا إلى هنا. بغض النظر أنتجت عن تحرير فعل الجثامين أم لا، لكن ليشعر المقدسي أنه لبى رسالة الشهداء وأتى ولبى صرختهم. Thank you.
هذا هو ميدان عمر بن الخطاب في البلدة القديمة في مدينة القدس، ومن خلفنا باب الخليل، هذا الباب الذي كانت تصل إليه القوافل من الخليل أي من الجنوب إلى مدينة القدس، وهنا قلعة القدس التي كانت تشكل المركز العسكري لهذه المدينة. من هنا أيضا دخل الجيش البريطاني الذي احتل مدينة القدس بعيد انتهاء الحرب العالمية الأولى، ولكن يبقى هذا المكان عزيزا على قلوب المقدسيين. إن شاء الملك نراكم في الأسبوع المقبل.